أما هلأ سلمى بننتقل لأولى فقراتنا الصباحية لليوم، عالم الطب. رح نحكي عن مشكلة شائعة خصوصا مع هذا الطقس سلمى والشتاء والبرد، بيكتر الرشح والأمراض، مشكلة تصاب القصبات عند الأطفال منها ربو الأطفال، وكتير بنسمع فيها أنه بأول العمر عند الأطفال أول 4-5 سنوات ممكن يصاب صحيح. بربو الأطفال، وبعد فترة بس يكبر ممكن يبقى وممكن يروح. صحيح نور، ولكن في كتير أيضا بنسمع أنه الربو عند الأطفال بيجي لفترة وبيروح صحيح. وهل بيرجع مرة تانية، وهل بيكون طريقة المعالجة الخطأ هي سبب عودته أو هذا أمر طبيعي؟ وكثير من الأسئلة رح نتعرف عليها وطبعا تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة نوار البرادعي، اختصاصية في الأمراض الصدرية. سعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. كثير بنسمع عن ربو الأطفال، بس خلينا شوي نشرح للناس أكثر أو نعرفه قبل ما نحكي عن أسبابه وأعراضه. شو هو ربو الأطفال؟ هلا الربو بشكل عام هو مرض التهابي مزمن بيصير على مستوى الطرق التنفسية، بيصير في عنا مثل تورم أو التهاب المخاطية بآلية التهابية معينة نتيجة تعرض لمخرج، نتيجة تعرض لمحرض، فبيصير في عنا تسمك بجدر هي القصبات، زيادة بإفراز المخاط، وبالتالي بتظهر عنا أعراض السعال اللي هو أشياء عند الأطفال، الوزيز وضيق التنفس والألم الصدري وأعراض أخرى. طيب دكتورة، مين الأطفال الأكثر إصابة بالربو؟ يعني كتير نعرف أنه بيقولوا إذا حدا بعائلته ربو ممكن يطلع الطفل عنده ربو، أحيانا بيقولوا لا إذا الأم مدخنة بعد فترة ممكن نلاقي الطفل عنده ربو، وكتير أسئلة حول هذا الموضوع. هلا اللي ذكرتيهم اكيد من ضمن عوامل الخطوره للاصابه بالربو، يعني عندنا الوراثه او القصه العائليه خاصه عند الاقرباء من الدرجه الاولى بتلعب دور باليه حدوث الربو وبترفع نسبه حدوث الربو عند الاطفال. ايضا البيئه لها دور، يعني لما بيكون في عندنا قصه تدخين او سواء كان دخان او ارجيله، دخان خفيف دخان كثير، ايضا التلوث بالمحيط، يعني مثلا التدفئه على الحطب او الطبخ او ظروف البيئه المحيطه، لما بيكون دائما في عندنا ابخره، هي تعتبر من عوامل الخطوره للاصابه بالربو او مهيئه فينا نقول. طب خلينا نحكي دكتوره، في اي عمر فينا نقول يصاب الطفل بربو الاطفال؟ يعني ممكن يكون منذ الولاده، بنسمع مثلا انه على 4-5 سنين ممكن يختفي او لا، ممكن يكتسبه من المحيط مثل ما قلتي، ممكن يتعالج او يبقى. هلا هو باي عمر ممكن يصير عندنا الاصابه بالربو؟ يعني نحن في عندنا عده انماط للربو. هلا عاده النمط العائلي او اللي اسبابه وراثيه او عائليه او جينيه بتخلق مع الطفل بتكون البدايه باعمار مبكره جدا. صحيح. لما بيكون في شيء مكتسب او شيء وراثي عفوا او شيء بيئي فممكن تتاخر بالظهور، لكن هو ممكن يظهر باي عمر مرض الربو. عاده باول سنتين بيكون في عندنا شيء اسمه التهاب قصيبات شعري، لذلك ما كثير بنقدر نميزه عن الربو. المحرض بيكون بشكل اساسي الانتانات التنفسيه، لهيك نحن نلاحظ الاعراض اكثر شيء عم تكون عندنا بفصل الشتاء، نتيجه انه نحن دائما عندنا الابواب مغلقه بفصل الشتاء، في عندنا مخرشات كثير اللي هي الصوف السجاد الفرو، في شيء عندنا اسمه العدس المنزلي اللي هذا كثير بنشوفه، يعني قد ما كانت ست البيت نظيفه لكن هو شيء بيخلق على الاماكن الرطبه على الاماكن المغلقه اللي ما فيها تهويه جيده، استنشاقه بيحرض هجمات الربو. ايضا الانتانات التنفسيه بشكل عام، الانتانات الفيروسيه هي اكبر محرض لهجمات الربو، لذلك هو ممكن يشوفه باي عمر. عند الاطفال بتكون الاعراض اشد لان السعال بيكون واضح جدا عندهم. طيب دكتوره خلينا نسال كمان اليوم، هل صحيح انه الربو ممكن يترافق مع امراض اخرى وعلى الكبر ممكن في ناس بيقولوا لك كان عنده ربو صغير صار عنده حساسيه مزمنه هو كبير، مزبوط هالحكي؟ هلا الربو هو مرض مزمن، يعني هو ما في شيء اسمه شفاء للربو. يعني ممكن مثلا يكون في عنده ربو اطفال، كل ما كبر بتخف الاعراض شوي، ممكن تغيب سنوات وبعدين ترجع تجيني بهجمه على الكبر، لذلك هو ما في شيء اسمه شفاء للربو. هلا التشخيص لازم، يعني نحن يعني في عليه اشاره استفهام اثناء الطفوله، هذا اللي كنت بدي اسالك عنك، احيانا بيكون في اختلاط بالتشخيص. تماما لانه نحن بنعرف انه اعراض الربو هي بتظهر مثل ما قلتي بالشتاء بسبب البيئه المهيئه او هي اللي بتخليه مؤهب. هلا هي بتكثر بفصل الشتاء لكن ممكن تظهر بالصيف، الربيعي، هدول الفصول الحساسيه بنعرفها.
ممكن بس يصير في خلط بتشخيصه. صحيح، هذا اللي بدي اساله، انه الخلط بالتشخيص، يعني كيف فينا نميز هي الاعراض؟ لانه احيانا الام بتروح لعند الطبيب بيقول لها ربو اطفال، بيقول لها مثلا ربو اطفال او يمكن التهاب قصبات ويصير في اختلاط، فهون طريقه المعالجه ممكن تكون تاثر او تكون مختلفه. التشخيص كيف بيكون؟ يعني كيف الاعراض اللي ممكن انا كأم اقول لا هون ما عم نحكي عن التهاب قصبات، هون عم نحكي عن ربو، هون ما عم نحكي عن رشح قوية، بيكون في اختلاط بيناتهم، خلينا نحكي عنهم أكثر. هلأ نحن بشكل عام الربو لحتى نشخصه على الأكيد بدنا شيء اسمه اختبار وظائف رئة، بنعمله قبل وبعد اختبار بعد جلسة إرزاز أو موسع قصبي، ونشوف إذا في صار فرق مهم بيناتهم، فهذا بيأكد لي تشخيص الربو. هلأ أحيانا حتى لو كانت وظائف رئة طبيعية بس قصة مريضي ماشية مع الربو، فأنا بشخص المريض على إنه ربو، بتعامل معه على هذا الأساس. هلأ الأطفال أكيد نحن مو كل الأطفال نقدر نعمل لهم هذا الاختبار، صحيح. لذلك صفات الأعراض عندهم ممكن توجهني للربو بقوة. مثلا إذا الأم عم تقول لي أنه أنا دائما طفلي بيسعل سواء كان مقرب أو ما مقرب، في عندي قصة سعال وخاصة بالليل بتفيقوا من الليل، في عندي قصة سعال أو وزيز بالصدر بيشتد بالبكاء مثلا، بالضحك، باللعب، يعني أنا عندي طفل ما بيقدر يكمل اللعبة مع رفقاته لأنه هو دائما بيسعل، أو مثلا على الصراخ أو على البكاء بيصير الطفل بيسعل، ممكن يصير في عنده وزيز بصدره، فهي أعراض جدا موجهة للربو. هلأ إذا إجاني الطفل أيضا في عنده أعراض سعال تالي لإنسان تنفسي وفي عنده وزيز بالصدر، فأنا حتعامل معه كربو الأطفال. ونحن طبعا ما بنترك الطفل، من إلا للأم نحن حنتابع الطفل بعد شهر بترجع لنا إياه، بنرجع من عيد التقييم، كان الطفل متحسن ممكن نخفف من العلاج. تقييم الربو لحتى نعالج المريض صح كستيب اب او ستيب داون لازم يصير في متابعه على القليله كل 3 شهور اول فتره. اذا خفت الاعراض عندي بخفف من العلاج، اذا راحت الاعراض نهائيا انا ممكن اوقف العلاج وراقبه، رجعت له الاعراض فانا برجع بعالج الطفل وبرجع بتعامل معه كانه ربو اطفال. يعني لازم يكون في صله وصل بين الاهل وبين الطبيب. زادت الاعراض مو يعني انه العلاج خطا، بس ممكن يكون في عندي العلاج كان غير كافي، لازم نحن نرفع من دوز العلاج. يعني نحن لازم نتابع مع نفس الطبيب حتى يضل في تواصل بيناتهم، لانه مجرد ما الام راحت لعند الطبيب حيرجع لنقطه الصفر ويرجع يستجوبها من اول وجديد ويرجع يقيم العلاج اذا كان صح او خطا. هلا الخلط بالتشخيص ممكن يصير خصوصي باشهر الشتاء، لهيك لازم يكون في دقه بالقصه السريريه وبالمحرضات وبالتعامل من قبل الطبيب ومن قبل الاهل. نعم دكتورة، قبل ما نختم أبرز النصائح باعتبار مثل ما حضرتك قلتي أنه هي دائما موجودة هي الحالة رح تكون عند مريض الربو، متى ما تشخص ممكن ترافقه كل الحياة، فأبرز النصائح. هلأ أبرز النصائح بالبداية للأهل أنه نحن نكون بيئة نظيفة حوالين الطفل. في أهل بيعتقدوا أنه هو إذا الطفل استنشق الدخان بيتعود عليه فهو بيصير فيه عنده مناعة، هذا الشيء خاطئ. يعني ما بيصير الأب يدخن ناح الطفل أو الأم تدخن ناح الطفل، بدنا بيئة نظيفة كتير قدر الإمكان بهي الظروف. يمكن صعب نقول التدفئة على الحطب، وهي قدر الإمكان تكون الغرفة مهواية، نحط الطفل بأكثر غرفة مهواية بالمنزل، ننتبه لأعراض كتير بسيطة. يعني مثلا سيلان الأنف ممكن يحرض لي هجمة ربو، أو ممكن يعمل سيلان أنفي خلفي ويعمل لي سعال مزمن، فنحن لازم ننتبه لهي التفاصيل، نراجع الطبيب ونخبره عن أدق التفاصيل الممكنة. وأهم شيء الالتزام بالعلاج، ما نخاف من بخاخات الربو، ما نخاف من أدوية الطبيب كاتب لنا إياها بشكل مزمن، لو كانت أدوية حساسية، لو كانت أدوية ربو، الالتزام بالتعليمات. صحيح. واللقاح، لقاح الإنفلونزا متاح وبيقدر ياخذه الطفل، فبيخفف لنا من الإنتانات التنفسية ومن حدوث هجمات الربو. أكيد. بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا دكتورة، معلومات مهمة حكينا عنها، يا رب يكون الكل استفاد منها. شكرا كثير لك. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتورة.